الجمعية الرابعة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في يوم 20 أغسطس، الجمعية العمومية للاتحاد العالمي نقيمها في اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية، وينبغي أن تكون عاصمة لكل عمل إسلامي، وهذا شأن تركيا. تركيا الحديثة هذه التي تجمع بين الدين والدنيا، وتجمع بين القديم والجديد، وتجمع الأصيل والمعاصر، وتجمع العربي والعجمي، وتجمع الأمة في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان. هذا ما ينبغي أن تقوم عليه الأمة. الرجل الذي غير تركيا هو رجب الطيب أردوغان، ومن حقه أن يقود المسيرة، ومن واجب الشعب التركي، كل الشعب التركي أدعوه إلى أن يكون مع رجب الطيب أردوغان. هو الرجل القائد الذي يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف شعبه ويعرف أمته ويعرف العالم كله من حوله. من واجب الأمة ومن واجب الشعب أن يكونوا مع هذا الرجل، أن يعطوه صوتهم، أن يقولوا له تقدم بنا إلى الأمام. وأنا أرى أنه هو الذي سينجح إن شاء الله، هو الذي سينجح، لأن الله معه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.